تحدق سان كيخيني بأثر التعذيب والحروق على يديها اللتين تذكرانها بمرحلة الاستعباد التي عاشتها أخيرا خلال سنوات طفولتها في مدينة رانغون العاصمة الاقتصادية لبورما. أريد أن أعيش بسلام وألا يعود أحد إلى هنا. وقد عادت المراهقة البالغة 17 عاما أخيرا إلى منزلها بعد سنوات خمس من الجحيم، إذ إنها تعرضت مع فتاة أخرى من قريتها للاستغلال والضرب خلال العمل لحساب خياط. كذلك لم تحصل على الطعام إلا نادرا، وأرغمتا على السخرة والنوم لبضع ساعات فقط كل يوم. لقد قالوا لها ألا تعود يوما، وأبلغوها بأنهم سيتهمونها بالسرقة وسيودعونها السجن. وينساق أطفال كثر في بورما وراء وعود بالعمل في المدينة لإعالة عائلاتهم الفقيرة، غير أنهم يقعون في كثير من الأحيان ضحية الاستعباد. ثم تندب هنا حيث وضعت مكباة على ساقي وجرح على الرأس. وبحسب آخر إحصاء أجري سنة 2014، تطال عمالة الأطفال في بورما ما نسبته 20% من الأشخاص بين سن 10 و17، أي 1,700,000 طفل.